يعقد اجتماعا بالقصر الرئاسي بكافة ولايات ولاياتنا الخمسة عشرة. قطاع التشغيل والشباب والرياضة ينظم عملية إفطار لصالح عدد من القطاعات العسكرية والأمنية. إقبال كبير على عمليات البيع والشراء مع بدء سريان مفعول قرار فتح الأسواق وتقليص ساعات حظر التجوال. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة من الموريتانية التي يصحبني فيها بلغة الإشارة يسلمو والحميدي. اجتمع رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني ظهر اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط بولاية ولاياتنا الخمس عشرة، وحضر الاجتماع وزير الداخلية واللامركزية الدكتور محمد سالم المرزوق ومدير ديوان رئيس الجمهورية السيد محمد أحمد ومحمد لمين ومكلف بمهمة برئاسة الجمهورية السيد أحمد أبو بكر باهيني. عقد الوزير الأول السيد إسماعيل البدة والشيخ سيدية مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى في نواكشوط اجتماعا مع الولاه، وجرى الاجتماع بحضور وزير الداخلية واللامركزية دكتور محمد سالم المرزوق ومدير ديوان الوزير الأول السيد سيدي والملاي الزينة. علق كل من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي وتقنية الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير العدل ووزير المالية ووزير الصحة والوزير الأمين العام للحكومة مساء أمس في مؤتمر صحفي عقدوه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. نتابع ملخصا لأبرز ما جرى خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة. استهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي والسالم المؤتمر الصحفي بعرض مجموعة مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الصادرة عن اجتماع الحكومة، قبل أن يفسح المجال أمام وزير المالية لعرض مشروع القانون المتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2020. يبقى الهدف الأساس من إعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 هو رصد اعتمادات ميزانوية إضافية للتصدي لهذا الوباء، وباء كورونا المستجد كوفيد-19، والتخفيف منه لموجة الصدمة الاقتصادية والاجتماعية وموائمة الإطار الاقتصادي الكلي المتغير بفعله. ويسعى مشروع القانون هذا إلى تحقيق أهداف أخرى لا تقل أهمية، منها على سبيل المثال الحصر إنشاء الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس كورونا الذي تم بموجب المرسوم الآنف ذكر وقد اكتملت مسطرة تنفيذه، وكذا إنشاء حسابي تحويل خاص أحدهما لاحتواء جزء من الضريبة على الحمول المستوردة وثانيهما لاحتواء هبة قدرها 30 مليون دولار تم الحصول عليها نهاية العام الماضي، على أن يتم تحديد إجراء تسيير هذين الحسابين بموجب مقرر صادر عن وزير المالية. من أهداف هذا المشروع أيضا موائمة إطار الاقتصاد الكلي المتغير، حيث ينتظر أن يشهد الاقتصاد العالمي ركودا غير مسبوق بنسبة 30% خلال سنة 2020 بفعل إجراءات الحجر المطبقة. وزير الصحة الدكتور نذير ولد حامد
أوضح من جانبه أن الخطر ما زال قائما رغم تخفيف الإجراءات المتخذة، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بمراجعة الوضعية وتقويم مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية. أكد أن هذه الإجراءات انقبلوا للتخفيف من الضغط اللي كان على المواطنين. غير هذا الضغط نحن نعتبر أنه بفضل الله تبارك وتعالى عاون في أن نحتوى على هذه الجائحة، وعنها اليوم الحمد لله وضعنا نادر الحمد لله في العالم، وهذا محمود المولانا وشكروه عليه. غير مليار نواكبوه بأن تم طارحين الأخلاق، أولا طارحين الأخلاق به اللي الخطر كيف قلت ماضي وقت نهار ماضي، الخطر انزاد، الخطر ما نقص، الخطر انزاد. نحن قبلنا الإجراءات عندنا ساعة لا حالة واحدة، لكن نحن عندنا لا حالة واحدة مزات عندنا اللي طرا شنهم عن الدول اللي حنانا قبلنا الإجراءات كانوا ساعة أعدادهم ينعدوا بالعشرات، ترك أعدادهم عدوا ينعدوا بالآلاف. بجنوبنا 1000 و1000 زايدة، وفي شمالنا 5000. أنا هن اليوم منحاطين بدول حالتهم تودينا أن يلا نطرحوا الأخلاق. إحنا نقولوا عن الأسواق اللي ينفتحوا، الأسواق اللي ينفتحوا تعود فيهم يرجعوا لحالتهم الطبيعية بازدحام، وقلوا تروح أخلاق نعرضوا روسنا كيف تخلق شي من الدول الحالات، ولين يتفشى المرض دوني لا يخلق الحكومة لا يوجب عليها ترجع على اللورة وترد ملي إجراءات أمتى من الكان خالق. الوزير الأمير العام للحكومة السيد نيانغ جبريل قدم بيانا يتعلق بالإجراءات المتخذة ومقترحات تخفيف تلك الإجراءات. تقرر ابتداء من يوم غد الخميس اللي هو يوم 7، أولا السماح بالصلاة الجمعة في الجوامع مع احترام إجراءات السلامة، اعتيادية من ارتداء الكمامات وغسل الأيدي قبل دخول المسجد والتباعد بين المصلين وسحب أفرشة المساجد المعنية وتعقيمها بعد كل صلاة. ثانيا فتح الأسواق ومزاولة النشاطات الاقتصادية المختلفة. ثالثا السماح للمطاعم بخدمات التوصيل المنزلي مع حظر السماح للزبناء بتناول الطعام فيها تحت أي ظرف كان. رابعا حظر التجول من الساعة 11 ليلا وحتى الساعة 6 صباحا. خامسا بالنسبة للمدارس والتنقل بين المدن والعالقين في الخارج، تعكف لجنة متخصصة على دراسة ما يمكن القيام به وسيعلن عنه في وقت لاحق. وبخصوص البيان المتعلق بخطة الاستجابة الوطنية المتعددة القطاعات، بيّن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن البيان يستعرض الخطوط العريضة للخطة مبرزا محاورها الأساسية. فيه عرض من وزير الاقتصاد والصناعة على الخطة المتعددة الأبعاد لمواجهة كورونا، وهي عبارة عن مجموعة الخطط للانعكاسات السلبية على الاقتصاد وعلى الشرائق وعلى الميزانية وعلى الاستيراد والتصدير، يعني كل المخلفات كان عليها اليوم عرض جيد، والنواقص فيها وضرورة معالجتها ومعالجة مخلفاتها ينتج عنه خطة عمل ومشاريع ضرورية يلود تمويلها، إما بتمويل من على ميزانية الدولة إما تمويل من الشركاء الاقتصاديين. من جانبه بيّن وزير العدل الدكتور حيمود الرمضان مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، مبرزا بهذا الشأن أن مشروع القانون يحدد إجراءات قضائية وصحية واجتماعية تتعلق بمساعدة ضحايا العنف والحد من ظهور هذه الجريمة والتعريف بها لتمكين النساء من رفع الدعوى ومتابعتها. شارك وزير التجارة والسياحة السيد سيد أحمد المحمد اليوم في اجتماع عبر الفيديو بين وزراء التجارة في دول الاتحاد الإفريقي ومجلس وزراء منطقة
منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتناول الاجتماع الآليات التي اتخذتها الدول الإفريقية لمواجهة فيروس كورونا وتأثيراته الاقتصادية والقضايا المتعلقة بخطة استمرارية تصريف عمل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والاستعداد لبدء المرحلة التنفيذية للمنطقة. كما ناقش الاجتماع أيضا رد الاتحاد الإفريقي على الآثار الاقتصادية لهذا الوباء وتأثيراته على اقتصادات المنطقة. دعت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في بيان صادر اليوم أئمة المساجد وروادها إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العليا للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد. وأشار البيان إلى ضرورة التقيد بالإرشادات الصحية في هذا المجال كاحترام المسافة بين الصفوف والتباعد بين المصلين واستخدام المعقمات والكمامات ونزع الأفرشة واستعمال بساط خاص للصلاة عليها السجادات وأخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة. أشرف وزير التشغيل والشباب والرياضة مساء أمس على عملية توزيع لعدد من وجبات الإفطار لصالح التجمع العام لأمن الطرق مقدمة من طرف مدرسة الفندقة والطبخ، وذلك في إطار برنامج وطننا التطوعي. وفي هذا السياق ذاته جرت عملية إفطار أخرى لصالح قطاعات الدرك والحرس والشرطة مقدمة من طرف اتحادية السياح. هنا بمدرسة الفندقة والطبخ بمقاطعة تفرق زين يشرف وزير التشغيل والشباب والرياضة الدكتور طالب السيد أحمد على عملية إرسال إفطار لصالح التجمع العام لأمن الطرق، وذلك في إطار برنامج وطننا التطوعي الذي أطلقه القطاع منذ عدة شهور. هذا اللي قمنا به غرك هو أبسط شيء قد يعدل في حق رجال الأمن ليقوموا على سهرانين على أمننا وعلى وبات وصهارة وظلوا ولا يكلوا إياك ننعموا احنا بسلام. وجبات الإفطار المقدمة مؤلفة من إفطار وعشاء لصالح أفراد التجمع العام لأمن الطرق الساهر على تطبيق إجراءات حظر التجول بالعاصمة نواكشوط. شاكر وزارة التشغيل الشباب والرياضة على هذه اللفتة لعدلة أفراد أمن الطرق. شاكر مولي مدرسة الفندقة على هذه الوجبات القيمة. وبمقر قسم المطاعم التابع لاتحادية السياحة أشرف وزير التشغيل والشباب والرياضة والتجارة والسياحة على التوالي الدكتور طالب السيد أحمد والسيد سيد أحمد المحمد على إرسال وجبات إفطار لصالح قطاعات الدرك والحرس والشرطة مقدمة من قسم المطاعم التابع لاتحادية السياحة في إطار برنامج وطننا التطوعي. الحقيقة اتحاد الوطن الوطني لأرباب العمل الموريتاني واتحادية السياحة كيف تعرفوا فاتقة سابقة كوفيد تبارك الله تأهدت بخلق فرص عمل في الحقيقة شبابنا موريتان لمئات آطلين عن العمل، وحتى مع هذه الأزمة ذيك الإرادة مازالت قوية وراجع من الله تبارك وتعالى لأن هذه الحالة أنها تنتهي بأسرع وقت ممكن. لكن ذاك البرنامج اللي كان عليه أنه 6000 فرص عمل اختار مرة أخرى نشكركم حتى لدعمكم لبرنامج وطننا، ونشكر مولي قواتنا المسلحة وقوات الأمن بالدور اللي لعبت ومازالت تلعب في هذه الظرفية الخاصة. وباسم اتحادية السياحة تحدث أمينها العام عن هذا الإفطار وأهميته في دعم برنامج وطننا التطوعي. اختار نقول على ان القطاع الخصوصي يظل دائما يمد يد العون والتعاون والشراكه الدائمه مع القطاع العمومي، خصوصا هذه الفئه اللي اليوم استهدفناها بعمليه افطار الصائم اللي هي الفئه اللي شارف على الامن موريتاني، وهي السهرانه على المهام اللي احنا نرقدوا في ظلها ونعملوا في ظلها هي قوات امننا وقواتنا المسلحه.
وقد باشر القائمون على برنامج وطننا توزيع الإفطار على المستفيدين قبيل وقت الإفطار ببعض مناطق العاصمة. احتضن مسجد إذاعة القرآن الكريم أمس محاضرة بعنوان الذكر والدعاء الفضائل والأداب، وذلك ضمن سلسلة حلقات الأحياء الرمضانية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية. واستهل فضيلة القاضي أحمد جورو كيدي المحاضرة بفضل الدعاء الذي بينه القرآن الكريم مستدلا بالآيات القرآنية. كل على فضيلة الدعاء والذكر، قوله تعالى فاذكروني أذكركم. فإذا ما ذكرنا الله تبارك وتعالى كما طلب فاذكروني في الأمر، أذكركم جواب الأمر، بمعنى عندما ذكرنا الله تبارك وتعالى فإنه سيذكرنا، وستأتي أمثلة في ذلك إن شاء الله. قال ثابت البناني رحمه الله: إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل. وقالوا: كيف تعلم ذلك؟ فقال: إذا ذكرته ذكرني. هذا واحد من أولياء الله في الأزمان السابقة، قال إنه يعلم متى يذكره ربه. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إذا ذكرته ذكرني. فكذلك فاذكروني أذكركم. مع بدء سريان قرار السلطات بفتح الأسواق، تدفق آلاف المواطنين على الأسواق لاقتناء حاجياتهم بعد فترة إغلاق دامت قرابة شهرين. وقد أكد المواطنون حرصهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمحاربة تفشي فيروس كورونا. كاميرا الموريتانية زارت أسواق نواكشوط وأعدت التقرير التالي. أسواق العاصمة نواكشوط في أول أيام الافتتاح بعد إغلاق دام قرابة شهرين من الزمن تحت تأثير إجراءات الحد من فيروس كورونا، يزاول الباعة أنشطتهم، ومن بينهم هذه السيدة التي تعرض بضاعتها وتستمتع بالحديث مع نظيراتها وتحاول أن تخيط مسافة توائم فيها بين عودة الحياة للسوق وتطبيق الإجراءات الوقائية. افتتاح زين عندنا والله، إلا طينا شهرين قافلين قفلة ثقيلة، ولكن الحمد لله يعني سلكنا من الأمراض المنتشرة. هذا ياسر من فضل المولى، وافتتاح اليوم زين عندنا، ودارين عند الله أنه إن شاء الله لا يستمر بالسلامة والعافية. رجاء يشاطرها فيه شعب بأسره، وعودة الأنشطة التجارية تفتح باب أمل باستقرار الوضع الصحي في بلادنا. يتعزز ذلك كلما اتبع المواطن الإجراءات الوقائية من كوفيد-19 بتجنب أماكن الازدحام إلا للضرورة، وارتداء الكمامات وأخذ الحيطة من وباء يتربص بنا الدوائر. بالنسبة للإجراءات والله ندور إن شاء الله ونحاول قد ما استطاع أن نعود ومتحفظين من ملامس كل نشتها، وندور إن شاء الله ونتم نوعهم اللي كامل جيراننا نتواصلوا بيناتنا بذاك اللي قدر المستطاع بالمسافة وصقيل اليدين وعدم المصافحة أسمان، والحذر الشديد إن شاء الله تعالى، وشاكرين مي الحكومة على هذا القرار اللي اتخذت. الدولة ما هي ضد المواطن، يا غير مشكلة كان المواطن ما التزم بيرجع له الدولة يعدل. صادف قرار فتح الأسواق أهواء المواطنين ليمشوا في مناكب الأرض يبتغون أرزاقهم، فهم في رحلة المزج بين الصحة والاقتصاد، فلا ضرر ولا ضرار، وليكونوا سندا للحكومة في حربها على الكورونا الموجود على الحدود حتى لحظة النصر التي ستعود فيها الحياة إلى كل شيء. ومن اليابسة إلى البحر، حيث استقبل صيادون تقليديون في سوق السمك قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية بفرح، ونوه الباعة بجملة الإجراءات التي واكب بها قطاع الصيد حركية البيع والشراء بالتزامن مع هذه الظروف الاستثنائية. شاطئ الصيادين ضحاً، زحمة عند المدخل وحركية ونشاط لم يألفهم المكان بهذا المستوى منذ فترة، إقبال متزايد من لدن الباعة والمتسوقين. وسط هذه الأجواء الطبيعية في يوم غير طبيعي بالنسبة لفاطمة التي تدخل السوق اليوم بنفس جديد بعد التخفيف من وطأة الصرامة في تنظيم الأسواق. نجي من سيزيام عصباح، ونجي هون عصباح للبحر،
ونتم فيه هنا تعود كنت الرابعة ولكن الحمد لله هات لين تم فيه هنا تعود الساعة الحمد لله بيالي أنا نشري حوتي الدحميس وننعاد الوقت جيت بيالي الحمد لله وساعة من الوقت عن كان. انطلاقا من تجربتها الطويلة مع بيع السمك تؤكد متسنيد أهمية الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا وتحاول مع زميلاتها في المهنة التأقلم مع المستجدات والتعاطي بحذر مع قرار فتح الأسواق. بالنسبة لنا نحن بعد هون قاع القرارات اللي يعدلوا ما نعرف إذا ما فاتوفة الليات نتا مدارين كام دائما في خلاقنا على ما فاتوفة به اللي هو مرض هتاك ودارين في قلوبنا أنه ما فاتوفة لا منزلنا بحالتنا كنا بيها. الاعتماد على البحر في توفير لقمة العيش فرض على الصيادين التواجد بالعشرات يوميا على الشاطئ، ولأن الحصول على السمك يتطلب غوصا لساعات طويلة في المياه الإقليمية كان لابد لرجال البحر من إجراءات خصوصية، لكنها في نظر المستهدفين كلها إجراءات ضرورية. رانا شاكرين بهاي المناسبة رئيس الجمهورية اللي قلع عنا جميع الضرائب اللي علينا اللي كانوا مشحفين بينا، حتى خاصة اللي قالوا رل كنا نزقلوا فيها 55,000 للواحد، أنا حد عنده 10 منهم والله 20 والله 15 والله ياسم الفضاء قلعها عنا، إلا أن لاحظنا عن ذو الأيام طراو إجراءات مشحفة شوي والله ما هي مشحفة، على كل حال راضين بها بين اللي هذا المرض ما ودوا لو حدا يالطه تكافحوا، نحن كامل مواطنين شندار علينا من شيء يفكنا منه يفك منه الشعب الضعيف ياتنا نرضاو به. دارك حواتك سبق يمشي شر اللي بحرقه لا عندي بون صرتي باسكو دوله خايف لاني جي ابري قبار واحد اجنبي شر خارج ولا ليك انا عنه الحمد لله يا غير بات نورمالمون ادلو فريمون اون سيرفيانس كي اكسلنت. هذا الاجراء الجديد زين زين متوافق مع عملنا وشاكرين الدوله، حتى الاجراءات اللي قبلتنا ايام سمولي متوافقه عن ما يمشي بحار ما عنده كاردن ديتا وعنده تواغ جديد يعدلها له معدلين واقفين نما اللي مارين هون ياكي كنترولوهم رايني حالا كنت شغل الاتحادي انا عدلت واختي البحارتي ياكي يمشوا يعودوا يعرفوا وقت مشاو فيه وقت الجاو فيه وين تمشاو وكلهم عنده صافو وعندهم تواغتو، هذا جيد بالنسبه لنا احنا. بين انتظار الباعة لما تجود به القوارب يبقى الصيادون ملزمين بأخذ الحيطة والحذر خشية أن تجري أمواج البحر بما لا تشتهيه السفن. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل بكم إلى شبكة مراسلين حيث ينضم إلينا من مدينة كنكوصة عبد الودود سيدنا ومن سيلبابي عبد الله والبلال. نبدأ معك عبد الودود، مساء الخير. إذا عفوا يبدو أن الزميل عبد الودود ليس جاهزا، سنتحول إلى عبد الله والبلال. مساء الخير عبد الله. مساء النور عبد الله. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا بك من سيلبابي، ضعنا في الأجواء العامة والصورة الكاملة في مدينة سيلبابي بعد طبعا التخفيف من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. طبعا سكان مدينة سيلبابي يرحبون بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية والقاضية بتخفيف الإجراءات المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا، يرحبون بفتح الأسواق وبتقليص ساعات حظر التجار من الساعة 9 وحتى الساعة 11 ليلا. فيما يتعلق بالأجواء العامة في مدينة سيلبابي هناك خبر هام وهو يتعلق بعملية تقسيم الأعلاف على المنمين. العملية بدأت منذ أمس وجرت حسب السلطات الإدارية في ظروف شفافة، لكن المنمين هنا يطالبون بزيادة حجم هذه الكمية ويطالبون كذلك بوجود نقاط مياه حيث أن المدينة دخلت في بداية الصيف ونتيجة لغلق الحدود بين بلادنا وجارتها مالي والسنغال استدعى ذلك من الناس.
هنا فيما يتعلق بالاسواق المواطنين هنا يؤكدون انه لا يوجد ارتفاع في اسعار المواد الغذائيه والاسواق كذلك لا تنقصها المؤونه، انما كان المطلب الاول والاخير عند المواطنين هو فتح الاسواق وفتح الطريق الذي ما زال مغلقا بين عواصم الولايات وخاصه بين ولايه قدماغه والعاصمه نواكشوط. جيد، شكرا لك عبد الله. عبد الله، سنعود إلى هذا الموضوع الذي ذكرتم قبل قليل بمزيد من التفاصيل فيما بعد، ولكن ضعنا في الأجواء الرمضانية في سيل بابي. هنا في مدينة سيل بابي أجواء طبيعية لا يمكن وصفها سواء ما كان يشكو المواطنون. إذن بدأوا منذ الساعة 9 وتم تقليصه إلى الساعة 11، وكذلك فتح الأسواق وتوفير المواد الاستهلاكية، هذا هو ما كان يكدر صفو عيش سكان مدينة سيل بابي خلال شهر رمضان. إذن شكرا جزيلا لك الزميل عبد الله والبلال، حدثتنا من سيل بابي. يواصل الحرس الوطني العمل على ضبط الحدود بين موريتانيا ودولة مالي، وذلك على مساحة تمتد من مركز الطويلة الإداري في ولاية الحوض الغربي وحتى مركز هامدة الإداري في ولاية العصابة. هنا وعلى أديم هذه المنطقة الحدودية المطلة على دولة مالي يرابط تجمع سرايا حفظ النظام والقتال التابع للحرس الوطني على مساحة حدودية تمتد أكثر من 200 كيلومتر في مهمة يسعى الحرس الوطني من خلالها إلى حماية البلد من جائحة كورونا التي باتت تؤرق العديد من الدول المجاورة رغم صعوبة الحدود وتداخلها بين بلادنا وجمهورية مالي. إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته لن يؤتوا من قاطع مسؤوليتنا. المجهودات موجودة، الوسائل موجودة، التعبئة موجودة، وبالتالي فأؤكد لهم بأنه بحول الله وقدرته أن الحرس الوطني ممثلا في وحداته التي نشر عبرها الشريط الحدودي سيبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن، وأؤكد لهم أن الحرس الوطني كذلك جاهز وسيبقى جاهز لتنفيذ أي مهام أخرى تسند له في 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 هذا السياق. وتنتشر وحدات الحرس الوطني على هذه الحدود عبر 16 نقطة عسكرية مزودة بسيارات عابرة للصحراء وعناصر بواسل يجوبون الأرض جيئة وذهابا رغم قساوة التضاريس ووعورتها، يرمقون تفاصيل المشهد بأعين كأنها خلقت لتسهر على وطن تتكالب عليه أشباح كورونا وتداعياته في زمن باتت القوة الأمنية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وانطلاقا من ذلك أدركت وحدات الحرس الوطني المرابطة على الحدود جسامة المسؤولية وأغلقت الحدود بشكل محكم أمام كل من تسول له نفسه التسلل إلى بلادنا. عندما تتحرك هذه القوات الموريتانية المرابطة على التخوم المالية تكون لها عين على الثغور وأخرى على الترتيبات الأمنية المكثفة في الميدان ضمن عملية تشكل جزءا كبيرا من الحرب التي تشنها بلادنا ضد فيروس كورونا المستجد. عبد الودود السدنة من الحدود الموريتانية المالية. إذن دائما مع عبد الودود من سيل بابي. مساء الخير عبد الودود. مساء الخير. مساء النور الغالي، نحن من كنكوسة. في كنكوسة، أهلا وسهلا بك عبد الودود من مدينة كنكوسة. شكرا جزيلا لك على هذا التقرير الذي تابعنا قبل قليل. بداية، كيف تجمل لنا الأجواء في كنكوسة على ضوء فتح الأسواق وتخفيف الإجراءات الاحترازية؟ نعم الغالي، نبدأ من التقرير. نحن كما لاحظت رافقنا طوال اليوم وحدات الحرس الوطني المنتشرة على تخوم المالية، هذا التجمع رافقنا تجمع سرايا حفظ النظام والقتال رقم 2
المنتشر على الحدود المالية. يمكن القول بأن هذه الحدود حدود صعبة جدا ومتداخلة من الناحية الجغرافية والاجتماعية، لأنه ثمة مجتمعات في هذه المناطق ترتبط كثيرا بمجتمعات مالي، وبالتالي يصعب ضبط هذه الحدود أمام هؤلاء. إلا أن الحرس الوطني ومن خلال سرايا تجمع حفظ النظام والقتال رقم 2 بمدينة كيف يحاول جاهدا ضبط هذه الحدود وإغلاقها أمام المتسللين. هذا التجمع حقيقة وضع خطة أمنية استراتيجية إلى حد كبير، حيث قام بنشر الوحدات الأمنية الراجلة وغير الراجلة على الأرض، قام بوضع نقاط عسكرية على الممرات الإجبارية المعروفة في المنطقة، أيضا قام بنشر وحدات عسكرية قرب القرى التي تتواجد فيها مجموعة من السكان لها ارتباط اقتصادي واجتماعي بمدينة مالي. الغالي، أعتقد أن هذه الخطة الأمنية لا شك ستساعد البلاد في احتواء هذا الفيروس على الأقل من ناحية ضبط الحدود وإغلاقها أمام المتسللين، خصوصا على هذه المساحة الحدودية الشاسعة التي تمتد من مركز طويل الإداري في ولاية الحوض الغربي وحتى مركز هامود الإداري في ولاية العصاب، حيث ترابط هناك قوات الحرس الوطني من خلال هذا التجمع. بالعودة إلى سؤالك، عموما نحن وصلنا منطقة مقاطعة كنكوسة صباح اليوم، لاحظنا تسوقا كبيرا وانتعاشا في الأسواق وحركة دؤوبة. يبدو أن كنكوسة على غرار مثيلتها من المقاطعات في ولاية العصابة بدأت تستفيد من تخفيف هذه الإجراءات القاضية بفتح الأسواق والتقليص من حظر التجوال، وهناك فرح عارم في صفوف المواطنين داخل مقاطعة كنكوسة رغم مطالباتهم بتخفيف هذه الإجراءات أو بعضها على الأقل، خاصة فيما يتعلق بفتح الولايات. شكرا جزيلا لك عبد الودود من مدينة كنكوسة على هذه الشروح الوافية. ربما نعود إليك في وقت لاحق، ولكن مشاهدينا الكرام نعتذر على تقطع الصوت بسبب ضعف الإنترنت في مدننا الداخلية التي حدثنا منها مراسل الموريتانية. يشكل العمل في رمضان وفي ظروف جائحة كورونا تحديا أمام البنائين في سيل بابي، الذين يقول بعضهم إن حاجتهم إلى دخل يساهم في توفير مستلزمات البيت تجعلهم يتحدون الصعاب ويقبلون على العمل بكل إرادة وتصميم. وسط أزيز الماكينات وغبار المواد المصنعة من الحجارة المحلية، يقضي عمال بناء مدينة سيل باب الجديدة يومهم في رمضان كغيره من أيام الشهور. لا فرق بين اليوم والأمس، فالعمل متواصل والجهود مضنية، والكل يتحمل مسؤولية ما وكل إليه من عمل في بناء المدينة الجديدة، متمسكا بخيط أمل تدفعه الرغبة في مواصلة الجهود لإكمال المهمة. نحن رانهم بنا دل استاج اكل فرماشون تاكل دي فرماشون تكنيك دي سيلي باب عدلون شغل شغل رمضان ورك متين بين طلع ستر تنقز اينر متين الين نهار مول نحام تقول لدينا بالصابون متباعدين عملنا متراح تبارك الله مع خاصنا شي حمد ولا مشاكل ولا فينا مولي مشكله فتبارك الله ومتراحمين بيناتنا فتبارك الله في رمضان ولا عندنا بعد مشكله ما شاء الله وعملنا تراعي بحالته تبارك الله بساعه اللي ندعو مع الصباح حتى مبادعين لحق الوقت مولي ان شاء الله يطيروا لا تشوف زين نقعد في بليده. ورغم تعدد الورشات في عملية بناء سيل باب الجديدة، يحرص المسؤولون فيها على اتخاذ التدابير التي تتطلبها المرحلة الراهنة، وذلك ما جعل العمل هنا يسير بشكل منتظم. المؤسسة الشارفة لإنشاء 50 وحدة سكنية معدلة من المواد المحلية بتسع برك المطوط. الحمد لله ان شاء الله العمل متقدم كيف ما ترعف ظروف جيده الحمد لله، بما ان فتره صعبه فتره هذه جائحه كورونا يلزمنا ياسر من الامور محافظه على العمال تباعدهم تعقيمهم الحمد لله فتره رمضان مولي الحمد لله الاعمال بعد متقدمه الحمد لله.
تتواصل عملية بناء المدينة الجديدة التي تسعى السلطات من ورائها إلى بناء مدينة عصرية تتمتع بكل الوسائل الضرورية لتمكين المواطنين من العيش بكرامة وأمان. لقناة الموريتانية عبد الله البلال، مدينة سيدي بابي. إذن مشاهدينا نتحول الآن من جديد إلى مدينة كنكوسا، وينضم إلينا من هناك المقدم الحبيب عثمان الأحمد، قائد تجمع حفظ النظام والقتال رقم 2 في كيفا. مساء الخير سيد المقدم. مساء الخير. بداية هل لكم أن تطلعونا على صندوق؟ مساء الخير. إذا نعتذر، يبدو أن ضيفنا الكريم لا يسمعنا جيدا. طلب المنمون في ولاية قديماغا قطاعي التنمية الريفية والبيطرة بضرورة توفير كميات الأعلاف اللازمة لمواشيهم في ظل دخول موسم الصيف وتزامنه مع إجراءات غلق الحدود بين بلادنا ودول مجاورة كانت مقصدا لانتجاع المواشي. عشرات الكيلومترات جنوب مدينة سيدي بابي يتوافد يوميا أكثر من 30,000 رأس من الأبقار والأغنام على نقاط الشرب هذه ضمن رحلة انتجاعية أبدية لهؤلاء المنامين عن أماكن الكلاء. في كل مرة تطل فيها ظرفية الصيف على هذه المناطق الرعوية تتعالى أصوات المنامين الصادحة بمشاكل تهدد ماشيتهم وتلقي بظلالها على أنشطتهم التنموية. أنا مشاكل حش ما رأيناها، والدولة قالت انها مشاتهم ولا وقسم بالقسم الشفافي، يعني كل مكتب نقطة بيع جينا هون قالنا يعطونا التزقاي، وهذا عنده اسلام يلا ما نعمل بقر لا يعطونا التزقاي مش عاد لهم. ابرز المشاكل المطروحة الحيوان، قضية الشنقال والحش، الحشة منهم كثير، والحيوان الواحد عنده قدر من الحيوان ولا بد له من الحش ينعطى له. كيف قال هذا الاخ التزقاي أربعة خمسة ما يوكل لا عجلوقع والله حمير واللي يرفد عليهم بلكات والله يرفد عليهم. في الجهة المقابلة تقدم الجهات المختصة مجموعة إجراءات تم اعتمادها لتخفيف وطأة الصيف على المنامين كمجانية الشرب في هذه النقاط وتوفير الأعلاف للمواشي. مشاكل منمي ما توفوا أصلا قاع، واحدة عنده الأمراض، واحدة عنده الحشيش حش الحيوان هذا كيف الحشيش، وفي حالة أنه فرق الحش يبدأ هون المشاكل، زايد مشاكل الباتراج وزايد مشاكل الماء. وفي هذه الظرفية اللي نحن فيها ذلك الحمد لله الدولة دخلت تدخل عجلان بكمية كبيرة من الأعلاف ما يفوق 80,000 طن، والماء أصبح مجاني بالنسبة في نقاط شرب المياه اللي تابعة أصلا للدولة. جدلية ستبقى قائمة ما لم يتبنى القطاع المعني سياسة تضع في الحسبان مقتضيات الظرف وحركة الانتجاع في هذه المناطق الرحوية، مع ضرورة وعي المنمين ومشاركتهم الإيجابية في تسيير العملية. في كل موسم صيف يرتفع منسوب مشاكل الملمنة في هذه المنطقة، مشاكل تتعلق بالأعلاف وبتوفير نقاط الشرب للماشية، لكن الجهات المختصة تؤكد أنها اتخذت كافة التدابير للتغلب على هذه المشاكل. محمد طلحة، الموريتانية، سيدي بابي. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا سيد طالب والجيد المندوب الجهوي المساعد المكلف بالبيطرة. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه النشرة. مرحبا. مساء الخير، شكرا جزيلا لكم على قبول هذه الاستضافة. ما هي الكميات المخصصة لولاية قديماغا من الأعلاف في هذه السنة، وهل تتماشى مع احتياجات الولاية؟ وحلو قاع شيء ثاني هو جاهز جاهز هو جاهز هو جاهز هو لا ينتطوا عقب بنادم يتكلم وتعطي عرض ممكن نسمع ممكن لا ممكن لا يرجعوا لا يرجعوا لكم وبدوتوا. نعم نعم
نعم معك. إذا مشاهدينا الكرام، للأسف يبدو أن الليلة الزملاء في المدن الداخلية لديهم مشاكل في الصوت تمنعنا للأسف من استضافة الضيوف وأيضا سماع مداخلات مراسلي الموريتانية. من الجنوب إلى الشمال، حيث لقي قرار عودة الأنشطة التجارية وفتح الأسواق والمطاعم ارتياحا لدى مختلف الأوساط بمدينة واليبو، ويتطلع العاملون بأسواق المدينة إلى انتعاش الحركة التجارية أملا في التغلب على تبعات تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. عودة الروح إلى شرايين عاصمة البلاد الاقتصادية مع سريان مقرر فتح الأسواق التجارية وعودة الأنشطة إلى سابق عهدها. ولا تخطئ العين المجردة للمتجول بالمدينة مشاهد النشاط والحيوية الباديين على محيى الحاضرة البحرية التي تأثرت من تبعات إجراءات الوقاية من جائحة كورونا، في ظل حرص على التأكيد بأهمية صحة المواطنين واتباع التدابير الاحترازية. الدولة أقلع عليها هي تعود نعرف أنها تعود فاتحة لكامل المواطنين، يقير يا أحد ما هو ما يعي خطورة الوضع، ما 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 يعود مهم عنده ناس ياسر مهم عنده لا الافتتاح ما هو مهم وحده، أهم إنه نجاح الإجراءات اللي قابلها الدولة مكافحة هذه خطورة وضعية المرض اللي خالي الله. بارك ولله الحمد لله فتحت المرسى، الحمد لله إذا هو عليه يبدأ نشاط شوي، متشكرين الدولة مولي عليهم، متشكرين السيد الرئيس على افتتاح هذه المرسى، متشكرين على افتتاح الأسواق به اللي رواية زينة عاد. الجميع الضرر طبعا به اللي كان عنده مواد كمالية قاع عصرا ما يشريها ما هو فرد. ثانيا جاوا عليه إيجار شهرين، المؤجرين طبعا أعلنهم ما عوضت لهم الدولة، الحمد لله رب العالمين اللي تخطينا هذه الأزمة. هنا بوسط المدينة القلب النابض استفاد مجال آخر من رفع القيود، ويتعلق الأمر بسوق الهواتف النقالة وملحقاته الذي يشكل ثالث قطاع بعد الصيد والمعادن من حيث العمالة والسيولة النقدية. تقويمنا الحمد لله نقطة ساخنة قفلت 8 أسابيع حمد المولانا عقب قرار اللي قال الرئيس يوم 25 مارس، والتزمنا بجميع الإجراءات وكلنا قعدنا في بلو، والحمد لله العود محمود رجعنا لبلدنا فتبارك الله، وشاكرين الدولة على هذه الإجراءات العدلة كاملة. حامد المولانا تخطينا هذه الجائحة الحمد لله بأقل خسائر، كان امتحان صعب، حامد المولانا على تفضلوا علينا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله زين عندنا تبارك الله، وزين عندنا عدد الدولة ما شاء الله اللي بعدت الملاحظات وقفلت الحدود وقفلت الطرق عن الوباء اللي كان اللي انتشر في موريتان، وزين عندنا حتى عرفتنا شيء حتى ما شاء الله، وزين عندنا افتتاح المرسى اليوم والناس مستبشرة به وقاعدة فيه الحمد لله ومترحمة ومتوطنة ما فيها مرض الحمد لله. استئناف الأنشطة التجارية المختلفة وفتح المحلات والمطاعم من شأنه أن يعيد الحركة التجارية والاقتصادية بالمدينة التي تأثرت من تبعات إجراءات مجابهة فيروس كوفيد-19، بالرغم من الانكماش الملاحظ الذي تعرفه حركة نمو الاقتصاد العالمي. إذن مشاهدينا، سنحاول ربط الاتصال من جديد بالزملاء في كنكوصة، ونتمنى هذه المرة أن نوفق في أن نسمع الصوت بشكل جيد، ونعود طبعا إلى ضيفنا المقدم لحبيب عثمان الأحمد، وهو قائد تجمع حفظ النظام والقتال رقم 2 في كيفا. مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا. في البداية الخير. أطلعونا على حالة الحدود في هذه الأيام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي العربي الأمين. بعد أود أن أشير إلى أن الحرس الوطني الذي خبرته سحب التضحية يتولى قطاع مسؤولية يمتد من بلدية الفلانية بضواحي الحوض الغربي وحتى قرية حرجاته المادو بمركز هامد الإداري بولاية العصابة. الحدود تحت السيطرة. إذا كان بعض من يذهب في علم الجنايات إلى أن الاعتراف سيد الأدلة، فإنه في العلوم العسكرية فإن الميدان هو سيد الموقف. نحن في الحرس الوطني لم نقم بعملية ارتجالية، قمنا بدراسة متأنية للميدان، وضعنا نقاط السيطرة في مكانها، أخذنا في الاعتبار البعد السيسيولوجي والبعد الاقتصادي. هذه الجهود أتت أكلها، وتمكنا من رد
عشرات لما أقول مئات المتسللين على جانبي الحدود، وكذلك توقيف بعض المركبات والسيارات. إذن في أريد أن أطمئن المواطن الموريتاني إلى أنه لن يؤتى من قطاعنا بإذن الله تعالى. بإذن الله. إذن تؤكدون عدم تسلل أي متسللين جدد من الحدود الموريتانية حتى الآن؟ نحن خلال خطتنا الدفاعية الحدودية أدخلنا عناصر جديدة، تتمثلت هذه العناصر في ما يعرف بدراجات الإكوات التي تتميز بالسرعة بالقدرة على المناورة. استطعنا أن نزج بها داخل الأحراش وداخل الممرات الصعبة، وهذا ما مكننا من ضبط الحدود أكثر، خاصة وأننا في الآونة الأخيرة لم نسجل أي حالات تسلل. إذن شكرا جزيلا لك المقدم الحبيب عثمان واللحمد، كنت معنا من مدينة كنكوسا، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات ونتمنى لكم التوفيق. ونعود إلى الشمال، ولكن هذه المرة من المدينة الشاطئية التي كنا فيها قبل قليل إلى المدينة المعدنية، حيث عادت الحركة التجارية لسوق الزويرات إلى سابق عهدها بعد ساعات من رفع الإغلاق وسط ارتياح كبير في صفوف الجميع لقرار السلطات المتعلق بفتح الأسواق. سوق مدينة الزويرات ساعات قليلة بعد قرار السلطات فتح الأسواق أمام الباعة والمتبضعين. تعود الحياة إلى السوق شيئا فشيئا بعد إغلاق دام أكثر من شهر ضمن رزمة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا في صفوف المواطنين. تبدأ هذه التاجرة في نفض الغبار عن معروضاتها لتستأنف نشاطها التجاري بعد أسابيع من الإغلاق، فيما يتفقد آخرون سجلاتهم بحثا عن أسعار شراء بعض البضائع المعروضة التي لم تعد ذاكرتهم تحتفظ بها بعد مضي فترة على توقف أنشطتهم. المرصة لها شهرين قافلة وفتحت لها سوايع شوي ضار، ولا نعرف قاع هي الفاتحة لشنو. البيع ما هو خالي والمساعدة ما خلقت، احنا محزقين علينا أهل اللي واصل. الافتتاح فين عندنا؟ والقفل أمه اللي ما هو شان عندنا، وهي فيها سلامة المواطن وفي لم العام ما هيش أنا عندنا. ياسر من 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 الوقت هون خسرناه هون، وبتبارك إن شاء الله مولي زين عندنا، مولي تعرف مولي من الساعة اللي قرب العيد، إحنا مولي يعني مش إن شاء الله مولي زين عندنا مولي شاكر الدولة، فتبارك الله ما شاء الله الخرق ما شاء الله جيت تبارك الله يفتح ما شاء الله الخرق تبارك الله الشرم عندنا مولي وفي مولي. ويستبشر التجار والباعة وأصحاب الأنشطة الاقتصادية المستفيدون من هذا التوجه خيرا بقرار السلطات المتعلق بفتح الأسواق، وهم على بعد أكثر من أسبوعين من عيد الفطر. اليوم الحمد لله ولله الحمد، رأينا عشنا اللحظة كنا نحانو اللي هو افتتاح الباتيك، ورأتين ما عندنا أنه يكمل لنا لك السرور بافتتاح الطريق. جزاه الله خيرا، راجل ما عند الله إن شاء الله جل جلاله إن شاء الله يرفع عنا ذا الوباء عن جميع المسلمين إن شاء الله. شاكرين قناة موريتانيا على زيارتها هنا في السوق، وشاكرين مولي الحكومة أيضا الاهتمام بها والتجار اللي كنا منضرين حقيقة من هذا الكفيل. هذه القفلة ممكن عندنا مشلجة فيها المصلحة يغير فيها الخسر ياسر المواطنين، ضاع اللي عندنا كامل حامدين والمولانا يغير بعد ما أننا معظمين الشعيلة مولانا اللي يرفع عنا البلوع عن المسلمين إن شاء الله. من البديهي أن يكون التجار قد خسروا كثيرا من قرار السلطات المتعلقة بإغلاق الأسواق، لكنهم سيدركون أنهم كانوا الرابح الأكبر بعد تجنيبهم أحد أخطر الأوبئة وأسرعها انتشارا في العالم. ومشاهدينا من الزويرات سنعود إلى سيلي بابي قبل الذهاب إلى أطار لنحاول من جديد الحديث مع ضيفنا الكريم من هناك، وهو المندوب الجهوي المساعد المكلف بالبيطرة. مرحبا بكم من جديد. مساء الخير. أهلا وسهلا بك. ما هي الكميات المخصصة لولاية قديماغا من الأعلاف في هذه السنة، وهل تتماشى مع احتياجات الولاية؟ مرحبا، مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الكمية اللي المخصصة من الأعلاف بالنسبة لولاية قديماغا
تعتبر كمية هي أكبر الكميات اللي نعطات للولايات الأخرى، تقدر ب 12,360 طن. نعم نسمعك جيدا، تفضل. نعم جيد. بعض المنمين طالب بزيادة هذه هذا النصيب، نصيب ولاية قجماغة من الأعلاف، هل ترون ذلك صائبا؟ ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا المطلب؟ إذن تقسم هذه الكمية اللي متوفرة لك على أساس نقدر نعرفه من درك كان الأعلاف مثلنا لا هنا طلبوا منهم تطلب المندوبية الجهوية لوزارة التنمية الريفية، تطلب الوزارة كمية أخرى بزيادة، قال ما مازال في بداية المرحلة. جيد، إذا يجب تقسيم الذي حصلتم عليه الآن، بعدها سترون هل أنتم فعلا محتاجون إلى المزيد أم لا. صح. جيد إذن شكرا جزيلا لك السيد الطالب والجيد المندوبة الجهوية المساعدة المكلف بالبيطرة، حدثتنا من مدينة سيلبابي، شكرا جزيلا لك. إلى أطار حيث جرت عملية تطبيق قرار فتح الأسواق بعد إغلاق دام قرابة شهرين في ظروف عادية، ففي سوق أطار المركزية استهلت النساء معيلات الأسر أنشطتهم والأمل يحدوهم في عودة الموسم السياحي إلى سابق عهده. بعد إغلاق دام شهرين افتتحت الأسواق والمحال التجارية التي كانت مشمولة بقرار الإغلاق، وعادت حركية السوق إلى ما قبل جائحة كورونا. تنظم هذه البائعة بضاعتها في السوق المركزي بأطار وتعيد رونق مساحة العرض، على الافتتاح يعوض ما فات خلال فترة الإغلاق. جهدها كامل والله، قاعد كامل ضعيف، ما عنده باش عايش يكون ذلي يبيع يبيع شوية ما يبيع يا غير بعد الله لاني مرق ليش برزق. حامدين مولانا وشاكرين على العافية، وباب انه ما أثر علينا، أثر علينا الشهر زايد وإحنا متكين في ديارنا، سبتنا لهذا الشوي اللي عندنا وقال كرمط عليه وقالنا مشو قعد. طانا مولانا اليوم فتحت لنا هذه المرصة ولا شين عندنا بعد قفيلها بين اللي هذا محارب الفيروس اللي حامدين مولانا وشاكرين، واللي دخلنا الحمد لله اللي بصفة بسيطة حامدين مولانا وشاكرين، راجين مولانا نجينا منه إن شاء الله ولا تعيدنا إن شاء الله مرة أخرى. سوق بدأت الحياة تدب فيه من جديد في اليوم الأول من تطبيق قرار فتح الأسواق دون نسيان الظرف الصحي. زين عندنا حامدين مولانا، هو حد قاع ما يوجعوش ما خاصوش الرزق معرب، ولا ما شاء الله ما خالق شي ما هو شي زين تبارك الله، لا راجين من عند مولانا يرفع عنا البلا والوباء، سائلينها عند الله تبارك وتعالى، والرزق يعقب الحي. والمراسم اللي تبارك الله لهم انفتحوا اليوم افتتاح زين تبارك الله، ولا هو الوقت المناسب. تجهيز للبضائع وترتيبها هو المشهد الأعم في سوق أمل بائعيه أن تعوض فرص عيد الفطر ما فات من فرص. ونعود إلى شبكة مراسلينا، هذه المرة من أطار عاصمة ولاية أدرار، حيث ينضم إلينا موفد الموريتانية موسى والبهلي. مساء الخير موسى. مساء النور زميلي القالية. كيف بدت أطار اليوم مع بدء تطبيق قرار تخفيف الإجراءات وفتح الأسواق؟ شكرا جزيلا. أطار اليوم بدأت وكأن الحياة بدأت تدب من جديد. الإنسان هنا أصلا إنسان عملي، لا يحب الفراغ، وتعطيل الأسواق في الحقيقة كان مشكلة حقيقية، مع أنهم يتفهمون بشكل جيد أن هذا التعطيل إنما هو لأسباب احترازية من أجل سلامة المواطنين بشكل عام. على كل حال اليوم يحتفلون بهذه الإجراءات، التخفيف من هذه الإجراءات. السوق دبت فيها الحياة من جديد والحركية جيدة. ماذا عن أجواء رمضان؟ بعض المشاكل. ماذا عن الأجواء الرمضانية موسى في مدينة أطار؟ الأجواء الرمضانية تسير وفق الوترات التي بدأت متحفظين، وبعض العادات اختفت تماماً.
وبعض المسلكيات التي كانت موجودة سابقاً كان الحائل دونها هو هذه الإجراءات الاحترازية. الليلة ليست كالبارحة واليوم ليس كأمس. الليلة يبدأ الإحياء في بعض المديح وبعض الألعاب كالسيق ومسائل أخرى. البارحة لم يكن ذلك متاحاً. اليوم السوق تشهد حركية ليست كالأمس. التبضع اليوم ليس كالتبضع بالأمس. على كل حال الأجواء جيدة، الأجواء الرمضانية هنا جيدة والإنسان هنا يستبشر بخير. جيد، إذن شكرا جزيلا لك موسى والبهلي، حدثتنا من مدينة أطار. يعول الأهالي في مدينة أطار على أن تكون تجربة التعليم عن بعد التي فرضتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا ناجحة بوصفها بديلا عن نمط الدراسة التقليدية. نتابع هذا العنصر. عندما تأتي الأزمة تظهر طينة الرجال وتتجسد مقولة حمد جماعريش، ذلك ما جسدته الإدارة الجهوية للتعليم على مستوى أدرار لمواجهة كراهات فيروس كورونا، فيروس فرض على التعليم عطلة استثنائية تتطلب مواجهة استثنائية لكسب رهان المرحلة. الإدارة ممثلة في الطواقم التربوية والتلاميذ لم تتأخر ولم تتوانى في تطبيق مخرجات قرار التعليم عن بعد والذي يضمن القدر الممكن من التعليم لكافة التلاميذ، بل إنها استطاعت أن تجد لها خاصية التعليم التجميعي الذي يجمع التلاميذ بالمعلم بأحد المنازل مع مراعاة التباعد وعدم الاكتظاظ. التعليم عن بعد كانت أسبابه كما تعرفون هذا الوباء أو هذه جائحة، جائحة كورونا، وقررت الوزارة هذا التعليم عن بعد، واستجابت الإدارات الجهوية والمفتشيات العموم تراب الوطني، نحن هون ولاية أدرار، استدعتنا الإدارة الجهوية وناقشت معنا الموضوع وقبلنا فيه قدر من 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 الأمور اللي من ضمنها قبلنا دروس البرنامج، قدمنا قاعة هنا معلمي سواسي قبلناهم قدمونا دروس عن طريق الواتساب ومشينا المجموعة من التلاميذ عندهم واتساب يستعملوه. التلاميذ انتهزوا السانحة لضمان أكبر استفادة من مشروع ولد بطريقة قيصرية بحكم مفاجأة كورونا للجميع. التعليم مستعمل إن شاء الله اللي توقف حكما ما وقفنا بعد أيام شوي عقب توقف الدروس، عدتنا الإدارة جزاها الله خيرا عدلتنا جدول وعدتنا مجموعة للواتساب عدنا نقرأ عليها وإن شاء الله مرتاحين تبارك الله. القراية زين واستفدنا بعد منها، أينا مولينا قبل أربع أيام واقيش كيف ضاركت إياها ودون بينا مع الأخرين ميطة نجتمعوا في الدار خرصوا التلفزة زين الحمد لله. القراية ما بين تعليم توقف مكرها وآخر فرضته ظروف كورونا يتلمس الأساتذة والتلاميذ أنجع السبل للخروج بأقل الخسائر حتى لا تتوشح السنة ببياض لا أحد يريده أو على الأقل ما يموت العجلولة بستديت. لقناة الموريتانية عبد الله والزبير أطار. وتعميقا للموضوع نستضيف لكم مباشرة من أطار السيد محمودي والسيدي عالي المديرة الجهوية للتهذيب على مستوى ولاية أدرار. مساء الخير. مساء الخير السيد المدير. مساء النور، أهلا بك معنا في هذه النشرة. مساء النور. هل لكم أن تشرحوا لنا بشيء من التفصيل عملية التعليم عن بعد هذه؟ انطلقت عملية التعليم عن بعد من طرف وزارتي التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني والتعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بعد أن تم إعلان عن قرار إغلاق كافة المدارس نتيجة لجائحة كورونا، وذلك في الرابع عشر من شهر مارس 2020 من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بملف فيروس كورونا كوفيد 19. وبعد ذلك القرار بادر وزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني والتعليم الثانوي والتكوين المهني
باتخاذ جملة من الإجراءات من أهمها أولا هو إنشاء خلية طوارئ على مستوى وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التربية برئاسة الأمين العام للوزارة، إنشاء كذلك وتهيئة طواقم تربوية لإعداد الدروس على مستوى شقي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، إطلاق وتدشين الإذاعة المدرسية من طرف وزير التعليم والتهذيب التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التدريب الوطني. جيد سيد المدير. بث الدروس عن طريق الإذاعة المدرسية وعن طريق التلفزة كذلك على شقي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي. جيد السيد المدير. إطلاق منصات تعليمية كmonacol.gov.mr على مستوى التعليم الأساسي وتعليمي عن طريق الرابط الإلكتروني www.elearning.gov.mr. جيد السيد المدير، إلى أي حد يمكن لهذه التجربة أن تمثل بديلا حقيقيا لعملية التعليم المباشرة في ظل هذه الظروف؟ هذه التجربة أصبحت اليوم تجربة هامة بالنسبة لكافة الطلبة والأساتذة والقائمين على الشأن التربوي، إلا أنها ما زالت تواجه عراقيل عدة، خصوصا أن في الداخل نعاني من عدم بث الإذاعة في كافة الأرياف وبعض النواقص في الكهرباء، وكذلك أيضا النقص في بث التلفزيون، وخصوصا فيما يتعلق كذلك أيضا بالفقر الساكنة خصوصا في الداخل الذي ربما يشكل عائقا أمام توفير كافة المستلزمات الضرورية لهذا التعليم. وموازاة لهذا القرار على مستوى الصعيد، نعم إذن موازاة وتنفيذا لتعليمات معالي وزير وزراء التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التدريب الوطني بالتنسيق والتعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بالتنسيق مع السلطات الإدارية، قامت إدارة الجوية على مستوى ولاية أدراك بإطلاق عديد من منصات التعليمية على مستوى شقي التعليم الأساسي والثانوي، نذكر منها على سبيل الحصر على سبيل المثال درن أدراك بالنسبة للتعليم الأساسي، والتي كانت منصة أنعشها المفتشون ومديري المدارس والمعلمين على مستوى التعليم الأساسي، وعلى مستوى التعليم الثانوي كانت هناك مجموعة تسمى مجموعة التعليم الثانوي بأدرار، وهناك مجموعات على كل مؤسس على مستوى كل مؤسس في الولاية وعلى مستوى كل قسم إن صح الأمر. إذن الكل تعاون معنا في إنجاح هذه العملية، وانتهزوا واغتنموا هذه المناسبة لأشكر بجزيل الشكر الطواقم التربوية، مديرين مدارس، مفتشي مقاطعات، أساتذة ومعلمين وأباء التلاميذ الذين تعاونوا معنا من أجل إنجاح وتجسيد هذه الرؤية الهامة والإرادة القوية. ما لاحظناه وما لمسناه هو الإرادة القوية لمعالي وزراء التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التدريب الوطني ووزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني في تجسيد البرنامج الطموح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ رضوان الذي يهدف إلى إسعاد المواطنين بشكل عام والتحسين من منظومة التربوية حتى تتمكن من إخراج مخرجات قادرة غدا على رفع كافة التحديات. جيد، إذن شكرا جزيلا لكم السيد محمودي والسيد علي المدير الجهوي للتهذيب الوطني على مستوى ولاية أدرار، شكرا جزيلا لك. نظمت مدرسة الصم والبكم بمقرها في نواذيب نشاطا تحسيسيا لصالح تلامذتها حول سبل الوقاية من جائحة كورونا. عرفت التظاهرات التوعوية استعراض نماذج من التعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه وكيفية اتباع تدابير السلامة عن طريق لغة الإشارة. قد أكدت مديرة مدرسة الصم والبكم في نواذيب والسيدة الدمة بابا دومبيا أهمية هذا العمل التحسيسي الذي يستهدف هذه الفئة من خلال استخدام لغة الإشارة في قضية تشغيل الجميع تتعلق بالصحة العامة. أشادت بالدور الذي تقوم به السلطات في مجال حماية المواطنين ضد هذا الوباء العالمي. يذكر أن مدرسة الصم والبكم في نواذيب يعود تأسيسها إلى عام 2014 وتضم حاليا 20 تلميذا. بعد الإعلان عن فتح الأسواق والمحلات التجارية في إطار التخفيف من التدابير التي اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا، عادت الحيوية إلى أنشطة اقتصادية كانت ضمن دائرة الحظر. التقرير التالي يرصد بعض هذه المجالات التي استأنفت نشاطها من جديد.
تخفيفا من الإجراءات الاحترازية ضد جائحة الكورونا، سمحت السلطات أخيرا بفتح الأسواق والمحلات وعودة الأنشطة التجارية، وهو ما صادف هوا في نفس ربيه الإبراهيم الذي يمتهن حرفة الحلاقة ويتوكأ عليها كمصدر أساسي لدخله، ما جعله يثمن القرار الأخير بتخفيف الإجراءات الاحترازية. فتحنا اليوم بعد نيفتنا، سمعنا الخبر اللي خاض على التلفاز البارح، ورانا شاكرين الدولة عليه حتى، لأن نحن كأصحاب مهن حرة هذه الفتحة نحن ما نصيبوا عنها. التكاليف ياسرة، أولادنا يقراوا في المدارس، أهلنا نصيروا عليهم أسرنا وفاتحين بيوت، ونحن حامدين مولانا وشاكرين على هذه الوظيفة اللي نحن نشتغلها. عودة مربيه إلى مزاولة مهنته عودة حذرة، حيث يجعل تدابير السلامة حاضرة في كل تفاصيل عمله، وعيا منه بخطورة الفيروس المستجد الذي لا سبيل للنجاة منه إلا بالتطبيق الصارم لإجراءات الوقاية. بالنسبة للتعقيم، أول ما يدخل علينا الزبون أول شيء نعدله نعقم له أيديه، هي الأولى، ونفوت نعقم له أيديه، نقيس المقعدة ونعقموها كاملة بجفل، ونفوت نعقم المقعدة بجفل لين نلبسون احنا قهاتنا اللي نشقله أصلا ونشتغلوا بهم، يعود الآلة كاملة فات وعقمة سابقه هو، هذا سابقه هو، وعاقب لين يفوت يمشي هو مولين عقمه. المكسب الحقيقي من وجهة نظر مربيه ليس فيما تدره عليه مهنته من عائدات فقط، بل هو في المزاوجة بين الحفاظ على صحته وصحة زبائنه ومجتمعه، وبين دخل شريف تستقيم به أموره. قدنا خلط الشغلة حتى والاحتراز من الفيروس، السبب أن هذا عاد واقع، نحن عاد عندنا مرض ينقال له كورونا ما كنا نعرفه. الإجراءات اللي نقدر نحافظ بها على كورونا هي شنهن؟ نتجنبه باش بغسل اليدين جيدا عدة مرات لليوم، غسل الأسطح اللي نحن نستخدمها كاملة، تعقيم أيدينا قبل العمل وبعد العمل، وتعقيم أيدين الزبون اللي لا يدخل علينا قبل الدخول وبعد الدخول. هكذا إذن يعود النشاط للحياة الاقتصادية في البلد بعد ركود أملته ظرفية الجائحة العالمية، ظرفية وإن كانت بلادنا في منجن منها نسبيا فإنها ما تزال قائمة في دول الجوار، ما يستدعي المزيد من الحيطة والحذر. مشاهدينا، ختاما للنشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يعقد اجتماعا بالقصر الرئاسي بكافة ولايات ولاياتنا 15. قطاع التشغيل والشباب والرياضة ينظم عملية إفطار لصالح عدد من القطاعات العسكرية والأمنية. إقبال كبير على عملية البيع والشراء بعد بدء سريان مفعول قرار فتح الأسواق وتقليص ساعات حظر التجوال. مشاهدينا، للمزيد من الأخبار والتفاصيل بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الأنترنت، وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لسلم والحميد الذي رافقني بلغة الإشارة، شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقي بإذن الله في نشرة الواحدة بعد منتصف الليل، إلى اللقاء. بدي اسل. ما شاء الله الحمد لله. اول شحال موريتانيا با مورون جامتان ياكله مو مفتركم كورونا؟ ما شاء الله من انت الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. نحن دي سا مور 300 دي سي 400 دي سا ميل كا. لا حول ولا قوة الا بالله. او هل ما ارتش ما قد ما قد ما قد ما قد نجيكم ورد لا يفعلنا إن شاء الله. لا إله إلا الله. ده هل ده بينجر ما؟ ها بابا يا ولي يا بنيتي شحالك؟ ده أهلك ما تبقينا. نبقي لانتي كنت تبقينا تجينا ما نجد نجيكم؟ شو ليه تشوفي أنا قاعد لابي لا نبقيكم؟ ايه هو أنا هنكت من ناني من أراب كلاندستان؟ كلاندستان؟ لا يسدوا من هون ومن هون. أنا ماني مسلل وماني مسلل مولي
حد يسلم لقاه كون والله قام يقول لك انا كون هين بيدور يقتل راسه ويقتل هلو ويقتل موريتاني كامل تسلم لا مجرمة وحرام حرام حرام فيها دوبل لشنو هاتني باو كورا برما موريتان دوب اد اس ال بمناسبة شهر رمضان المبارك موريتيل تضاعف سعادتكم. نعم موريتيل تزيد سرعة الانترنت لجميع زبناء ADSL إلى السرعة الموالية مجانا، واستفيدوا من مضاعفة سرعة الانترنت لزبناء ديو مجانا. رمضان مع موريتيل ضاعف سعادتكم. موريتيل عالم جديد بين يديك. نسأل يا سامن برشام بيجي ماري اشكوزينا هذا ما بود نرفع ما بيننا كارلوس بو خمين تنسي تري جنرال زينب لا جنرال زيتي نكسست كشي ماتيل وعنا لا سامن برشام ماني وعن ماري اش بي دور تحيلية لا جاري. الآن مع ماتيل عيشوا السخاء مع عروض نجمة. مثال مع نجمة 2 استفيدوا من 1 جيجا من الانترنت صالحة لمدة 3 أيام ب50 أوقية جديدة فقط. لتفعيل هذا العرض ادخل رقم بطاقة الشحن متبوعاً بالنجمة 2 أو اطلب العرض مباشرة من بائع مشيلين. مع نجمة ماتيل عيش السخاء. ماتيل حياة تجمعنا. كلاس شتي الوتا في توت لزوبسيون ما عند حد في موريتانيا، عندي أنا وحدي. أنا عندي كل شيء. شو يبقى؟ هذا الصك آخر نكشة وجاي من أمريكا، ما هو عند كوني أنا وحدي. أنا عندي كل شيء. وياها تراج دراتي هذي للخمط وذي دستين عندي لا أنا وحدي. حتى أنا عندي كل شيء. تسي شري ست أني جت في أمكاد ودوف أن تليفون ديرني موديل. موا في كل شيء. لا تترددوا فورفي جراتي كل شيء الجديد لموريتيل فيها كل شيء. قوموا بمكالماتكم المحلية والدولية، أرسلوا رسائلكم النصية واستمتعوا بالإنترنت. كل هذا ابتداء من 10 أوقية جديدة. لتفعيل جراتي كل شيء لدى بائع رصيد حولي اطلب نجمة 9 أو قوموا بإدخال نجمة 123 نجمة رقم بطاقة الرصيد 10 20 30 50 أو 100 أوقية نجمة 9 مربع. خدمة جراتي كل شيء من موريتيل فيها كل شيء. موريتيل عالم جديد بين يديك. أعلم مولانا للناس وفتون سلفني منهم سلفني سلفني من إله. ثم من قالكم أنا سخي سخي لا شور متل غير جبرت لكم حال بعض انتي تيابي أبريسك تدوا دير ايوه هاكي أدري شقلتي. مثال ترحب بكم. يتعذر الاتصال بمخاطبكم حاليا، نرجو إعادة الاتصال لاحقا. الآن مع ماتيل عيشوا السخاء مع عروض نجمة. مثال مع نجمة 1 استفيدوا من ساعتان ونصف من المكالمات صالحة لمدة 7 أيام ب100 أوقية جديدة فقط. لتفعيل هذا العرض ادخل رقم بطاقة الشحن متبوعاً بالنجمة 1 أو اطلب العرض مباشرة من بائع مشيلي. مع نجمة ماتيل عيشوا السخاء. ماتيل حياة تجمعنا. Thank you.
السلام عليكم يا أهل موريتانيا. أتنسيون، فيروس كورونا انتي وباء عالم وفتر طول موت وكتير يوصل من الناس وما عنده دواء كوني وحد يدور كورونا يفتح يجي اسم بديه وحد ما يدور